اخبار ايه يعني؟ بص يا باشا، هو طبعا للاسف كل المواقع الاخباريه انت فاهمني خدت منطوق الحكم الاولاني، لان المنطوق كان منقسم الى قرارين. ايوه تمام، او قرار منقسم الى منطوقين. أيوه. كان في ثلاث دعاوى مرفوعين بخصوص الدعاوى دي. ماشي، دعوى كان رافعها محامي زميل اسمه الاستاذ هاني عباس. تمام. فيما يتعلق بالغاء التراقميه والغاء التابلت. تمام ماشي، وكان في دعوى تاني احنا رافعينها اللي هي الغاء المنظومه كلها، انت فاهمني؟ ايوه. وكان في دعوى ثالثه كانت برضو بتتعلق بالغاء التابلت. ايوه تمام. ايوه، فطبعا بناء على اقرار الدكتور رضا حجازي امام المحكمه في الجلسه قبل الماضيه بانه لا وجود للنظام التراقمي المطبق على طلاب الصف الثاني الثانوي. تمام، وانه لا نيه حتى الان لتطبيق الوزاره هذا النظام على طلاب الصف الثاني الثانوي. أيوه. انه لم يصدر اي تشريع من مجلس النواب بتعديل امتحانات الثانويه العامه. تمام تمام، فطبعا حكم المحكمه تم تفسيره بطريقه خاطئه. أيوه. المحكمه عندما قضت برفض الدعوى فيما يتعلق بالغاء التراقميه، تمام، فكان معناها من حيثيات الحكم ان النظام التراقمي غير موجود. ايوه، ان النظام التراقمي غير موجود على ارض الواقع بعد اقرار دكتور رضا حجازي وبعد تصريحات الدكتور طارق شوقي. ايوه، هذا دي نقطه. النقطه الثانيه فيما يتعلق بقى بالدعاوى بتاعتنا احنا اللي هي المتمثله في الغاء التابلت سواء امتحانات الكترونيه او كوسيله دراسيه، المحكمه لم تتصدى لهذا الموضوع. المحكمه لم تتصدى لهذا الموضوع يعني، وانما اصدرت قرارها باحاله اوراق الدعوه الى هيئه المفوضين لاعداد التقرير القانوني للوقوف على مدى جدوى تطبيق نظام الامتحانات الالكترونيه على طلاب المرحله الثانويه، وهل تطبيق هذا النظام بيؤدي الى الاخلال بمبدا تكافؤ الفرص والاسباب التي ذكرناها امام المحكمه من عدمه. أيوه. ان طبعا هيئه المفوضين هي جزء اصيل من محكمه القضاء الاداري في مجلس الدوله. ايوه، اي دعوه بتقام امام محكمه القضاء الاداري لابد ان تعرض على هيئه المفوضين لاعداد الراي القانوني الاستشاري لها. ايوه، يعني استاذ عمرو، يعني الناس تفهم من الكلام ده كله ان دلوقتي الثانويه التراقميه اتلغت، بقت نقل الثانويه التراقميه. يا فندم مفيش وجود للثانويه التراقميه على اولى وثانيه ولا ثانيه بس؟ لحد الان على اولى وثانيه. طيب، وحكايه التابلت هيستلموه فعلا؟ دي لسه الامور فيها مش واضحه، انت فاهمني؟ ما هو هيطلع يوم الاثنين يقول مؤتمر هيقول فيه كل حاجه. تمام، ولكن فيما يتعلق بالثانويه التراقميه، الثانويه التراقميه الحمد لله تم الانتهاء من، بس الناس قفله من التابلت يا استاذ عمرو. ما هو يا فندم الامر لم يحسن من قبل القضاء في موضوع التابلت، بس الناس كان عندها امل كبير جدا ان التابلت يتلغى، لان في كتير جدا اضرار. وانا منزل امبارح فضيحه التابلت لما في بنت اسمها مريم ويطلع اسمها حبيبه. ما هو دي قضاء لم يفصل في هذا، يعني هو اجلها ولا لسه هيبت هي يا فندم؟ تم احاله الدعاوى الخاصه بالغاء الامتحانات الالكترونيه والتابلت الى هيئه المفوضين لاعداد القرارات. طب امتى بقى الكلام ده؟ بقى القرار ده هو المفترض ان الملف بيتحال مباشره، يعني المفروض يرد علينا خلال ايام، يعني قبل الدراسه؟ لا لا لا، هو هياخد وقت طبعا، ياخد وقت. كل الناس استلمت التابلت والموضوع مش هي، ولكن الحل الوحيد ولكن اللي هو بص يا فندم، بص هو المشكله في حاجه، المشكله ان انا من وجهه نظري الشخصيه ان في ظل توجيهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي للدكتور طارق شوقي باستكمال البنيه التحتيه والتوسع في البنيه التحتيه حتى يتم تطبيق المشروع تطبيق سليم من الناحيه العمليه، تمام، اعتقد ان الوزاره
لن تعقد الامتحانات الإلكترونية على طلاب مرحلة الصف الأول الثانوي والثاني الثانوي هذا العام الدراسي، لأن المشاكل اللي واجهتها الوزارة لم تنتهي. إلى الآن المشاكل موجودة، وإن الوقت كان ضيق جدا جدا في إن هي حتى تحاول إن هي توسع أو تقوي البنية التحتية بتاعتها. تمام. أعتقد إن هو من الوارد ومن المحتمل بنسبة كبيرة جدا إن ما يبقاش فيه امتحانات إلكترونية هذا العام حتى يتم تجهيز البنية التحتية وتكون الوزارة مستعدة استعداد كامل على. ايوه يا باشا، ما هو مليون ونص يا عمرو، الامتحانات الالكترونيه بالظبط كده. يعني احنا كانت سنه واحده كان في 750 وما تحملش وسقط، يعني الناس برضه تستحمل وخلاص. يعني هنشوف يعني هي الايام القادمه ان شاء الله، انت فاهمني، هنشوف ايه اللي هيحصل. يعني خلاصه القضيه النهارده، السنوات الرقميه نقل اولى وثانيه، لكن التابلت لسه كما هو الى ان تحيل المفوضيه الموضوع ده كله. بالظبط كده عشان بس نطمن الناس. يعني انا سجلت احنا يعني هنقول ان احنا يعني الحمد لله قدرنا ان احنا نلغي النظام التراكمي الذي كان سيطبق بالمخالفه للقانون. بس هي المشكله برضو يا عمرو، لسه علم علوم وعلم رياضه برضو الناس قلقانه منه جدا، لان هيبقى بص يا فندم. لا، ما دي برضو هنوضحها. الصف الثاني الثانوي وفقا للقانون الحالي اللي هو لسه ما تعدلش، المفترض ان الصف الثاني الثانوي بيدرس علم علوم وعلم رياضه مع بعض. مفيش تشعيب في ثانيه ثانوي. ماشي. المفترض ان التشعيب بيكون في ثالثه ثانوي، في الصف الثالث الثانوي. ده قرار ولا ده لسه ده هنشوف. قانون، ده قانون، انا بتكلم على القانون الموجود حاليا. اللي التشعيب مش هيبقى الا في ثالثه. المفترض ان التشعيب في ثالثه، الصف الثاني الثانوي وفقا للقانون الحالي بيدرس علم رياضه وعلم علوم مع بعض. ايوه، لكن في ثالثه ينقسم. في ثالثه المفترض ان هو بيتم تقسيمه. الى ان يعدل القانون الحالي، انت فاهمني؟ ايوه. ويعدل التشعيب. تمام. هو القانون طبعا بيتعدل امتى يا استاذ عمرو؟ يعني قدامنا قد ايه؟ هو طبعا المفترض ان الوزاره حتى الان لم تتقدم بمشروع القانون لمجلس النواب. ربنا يستر. نشوف المؤتمر بتاع يوم الاثنين ده هيقول فيه ايه. هننتظر انعقاد مجلس النواب في الدور التشريعي القادم، وهنشوف الوزاره هتقدم مشروع القانون، وهل لجنه التعليم والبحث العلمي في مجلس النواب هتقتنع بمشروع القانون اللي هتقدمه وزاره التربيه والتعليم ولا لا. وفي نواب كتير معارضة على الموضوع ده، خلي بالك. بالظبط كده. يعني هو طبعا لجنة البحث العلمي والتعليم في مجلس النواب هيبقى ليها كلمة وليها موقف. إذا قبلت مشروع القانون المقدم من وزارة التربية والتعليم، تمام، بما لا يضر مصالح الطلاب ومصالح ولادنا، هتقره. أيوه. إذا رأت إن المشروع نفسه اللي متقدم غير ذي جدوى، تمام، وهيؤدي للإضرار، هترفضه. أيوه. وبالتالي هيفضل القانون الحالي هو المطبق. بس الكلام ده كله طبعا بعد شهر 10. الكلام ده الرأي كلها هتاخده بعد شهر 10. أيوه. يعني انت بكلمه اخيره تقولها كده لكل اولياء الامور والطلبه يا استاذ عمرو، تطمنهم بالله عليك. يعني احنا بنطمن اولياء الامور. احنا الحمد لله قدرنا ان احنا زي ما بيقولوا كده بالبلدي ننفد بجلد ولادنا من النظام التراكمي. لسه التابلت بقى. فالحمد لله حققنا 50% من اللي احنا كنا بنطالب بيه. ولولا ان كان في قضيه مرفوعه امام مجلس الدوله، ولولا ان كان في ضغط من اولياء الامور، ما كانتش الوزاره تراجعت عن تطبيق النظام التراكمي. ايوه. لان كانت نيه الوزاره مبيته ومتجهه على تطبيق النظام التراكمي بدون تعديل القانون، وده كان ثابت من خلال تصريحات الدكتور طارق شوقي والمختصين في وزارة التربية والتعليم في العديد من المؤتمرات الصحفية. والله احنا برضو هنقول للناس الكلام ده كله ان شاء الله، ومهما هتدينا برضو احنا معاهم ان شاء الله. لا، موضوع التهديد ده احنا هنتخذ كافة الإجراءات القانونية. يعني البلد فيها أمن، فيها أمن وأمان، وفيها جهات رقابية وجهات تحقيق. أنا هعرض التهديد ده على الناس ونشوف رأي الناس إيه برضو. تمام، بالظبط كده. واحنا معاك يا استاذ اسامه، يعني احنا معاك قلبا وقالبا. يعني الله يكرمك. انت بيقول لي في تهديدات ايه؟ بيقول لي ابعد عن الثانويه، مالكش دعوه بالثانويه.
لا 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 ده هتلاقي حد يعني هتلاقي حد ليه مصلحه شخصيه. ربنا يسترها بقى. تمام. ربنا معاك يا صاحبي وان شاء الله في الايام اللي جايه مع بعض ان شاء الله. ان شاء الله حبيبي حبيبي يا سلام. مع السلامه. مع السلامه.